معنا على الهواء دكتورة بدرة قعلول، مدير المركز الدولي للدراسات الأمنية التونسية. أهلا ومرحبا بك عبر شاشة قناة تن. وحجم الاستفادة للأشقاء الشقيقة الكبرى مصر والشقيقة أيضا تونس من هذه الزيارة لرئيس مجلس وزراء مصر لدولة تونس الشقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بمشاهدي قناتكم. طبعا هذا يعني شرف كبير، وبأن يزورنا رئيس حكومة جمهورية مصر العربية، ونحن يعني هناك تعاون وكان من المفروض أن يكون من قبل، لكن للأسف كانت يعني الظروف السياسية في تونس لا تسمح، خاصة مع أنه الحكومة التونسية كانت حكومة تنظيم الإخوان، واليوم نحن نتطلع إلى أن تكون هناك علاقات كبيرة جدا، وهي بالفعل منذ زيارة السيد الرئيس قيس سعيد إلى القاهرة كنا نرى أن هناك تغيير كبير جدا سيكون في المستقبل، وفعلا بدأ يتجسد من خلال اللجنة العليا المشتركة التونسية المصرية التي يعني عندها 4 سنوات من 2017، وهي تعتبر يعني فيها نوع من الركود، وما فماش فعلا يعني تبادل أو تفعيل، مجرد شعارات. حجم التهديدات التي تمر بها جمهورية مصر العربية وتونس ودول شمال أفريقيا تعد كبيرة في الفترة الأخيرة، خاصة التهديدات الإرهابية من قبل تنظيمات مثل داعش وغيرها. ما دور هذه الزيارات، أو هذه الزيارات ماذا تفعل في هذا الشأن، وكيف تفعل التبادل الأمني والتبادل الاستراتيجي وتبادل المعلومات ما بين الأشقاء؟ صحيح أنه التهديدات كبيرة جدا، ونحن نعلم جيدا وأنتم الأدرى طبعا ولكم يعني خبرة كبيرة جدا في هذه المجموعات الإخوانية مع أذرعها الإرهابية. يعني هناك تهديدات جدية، وهناك الكثير من التهديدات التي نعتبرها نحن يعني جدية، ويجب أن نتحد مع بعض وأن يكون اليد في اليد مع بعض من أجل طبعا مكافحتها ومحاربتها، لأنه ليس من السهل هؤلاء أن يخرجوا عن السلطة ويكونون خارج يعني السلطة، ولهذا كل شيء يعني وارد جدا، ويجب أن يكون هناك تعاون وتبادل زيارات وتكثيف وتفعيل العلاقات بأكثر يعني بأكثر عمق وبأكثر عمل، من أجل يعني إحباط كل هذه المحاولات البائسة والفاشلة. طبعا الإرهابيين والمجموعة الإخوان، مجموعة الإخوان كذلك هي الإرهابية، هي اليوم ستحرك أكيد أذرعها السياسية من أجل ضرب سواء كان في تونس أو في مصر. ربي يحفظ شعوبنا من هؤلاء، ربي يحفظ تونس وربي يحفظ مصر كذلك، لكن احنا عندنا أمل كبير جدا في هذه الزيارة، وخاصة اللجان قد اشتغلت منذ مدة حول اللجنة العليا المشتركة ما بين تونس ومصر، وتتوج اليوم بزيارة وفد هام ورفيع المستوى من مصر إلى تونس، وستكون الأشغال لمدة 2 يوم، وأكيد أن النتائج ستكون مشرفة وتكون نتائج بحجم تونس ومصر إن شاء الله. دكتورة بدرة قعلول، مدير المركز الدولي للدراسات الأمنية التونسية، شكرا جزيلا لك.